رامي صبري من جيل اتربى في دولة الإمارات وجه هنا مصر. كان في فرق أو كان في اختلاف من بعد ما عشت بره وبعد كده جيت مصر، ولا الدنيا مشيت بسلاسة؟ هو أنا عشت في مصر لما اتولدت هنا في الإمارات، قصدي اتولدت هنا وعشت في دبي لحد سن 12 سنة. وبعدين موضوع المزيكا كان واضح عليا من وانا عندي 4 سنين، فأهلي ابتدوا واضح عليا من وانا صغير قوي، بحبها من زمان يعني، موضوع عشق يعني. فوالدتي ووالدي قال لك بس هو ده مش هينفع هنا، لأن هناك كان لسه ما كانش فيه معهد أو أكاديمي أو حاجة يتعلم المزيكا. فقال لك لا، لازم ينزل هنا عشان نشوف موضوع المزيكا. قعدت هنا. انت نزلت قبل ثانويه عامه؟ ثانويه عامه. انا تخيلت ثانويه عامه دي في المعهد، كنت في موسيقى عربيه خلاص. بدرب مزيكا بقالي 3 سنين، ما كانش ينفع ان انا اعمل اي حاجه غير كنت بحب المزيكا جدا طول عمري. دفعتك بقى مين؟ دفعت انا؟ او اللي كنتوا مع بعض في المعهد؟ الدفعه اللي قبليه كان احمد سعد وشيرين دفعتي. شيرين عبد الوهاب؟ طبعا. احمد سعد اصغر مننا بسنتين. وكنتوا بقى اللي هم اصحاب ولا ما بتطيقوش بعض في لا المعهد؟ لا، ازاي كنا اصحاب جدا انا وشيرين. لا يعني وارد ان انتوا وانتوا صغيرين كنتوا تحبوا بعض عادي يعني. لا لا لا. لا بالعكس، انا كنت انا وشيرين واحمد سعد، بس شيرين عشان نفس جيلي شويه يعني، نفس مش نفس الدفعه. لا شيرين شيرين دفعه احمد سعد. بس انا كنت بحب شيرين واحمد سعد، هم انا اكبر منهم سنتين، لانه كنت شايفهم طبعا زمان الكلام ده، كنت شايفهم يعني من الاصوات اللي في المعهد المهمة بجد يعني. أكيد يعني هم حتى وإحنا صغيرين كانوا أصوات برضو طبعا أكيد مهمة جدا، فكنت بروح دايما للناس اللي بتغني حلو قوي يعني. فكانت شيرين من القريبين جدا لقلبي حتى وإحنا بندرس يعني. أنت لحنت أغنية بديعة لشيرين عبد الرحمن، واحدة من أجمل أغانيها. دي لحنتها لها بقى في أي مرحلة؟ لا مرحله خلاص بقت شيرين بقت نجمه كبيره خلاص، وفي الوطن العربي بتسافر ومتالقه جدا، ولحنت لها اغاني كتير على فكره شيرين، بس ما نزلتش غير مش عايزه غيرك انت. هتاخد اله من الالات دلوقتي وتسمعنا اغنيه لحنك لشيرين عبد الوهاب وانت بتغني يعني؟ يلا 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 يلا. رامي صبري. هادي جيتار. اتفرج بقى على اللعبة بقى. اتفرج بقى. نعم. جيلي. ايوه قلنا كده من الاول. يلا يلا. حلو حلو حلو. مش عايزة غيرك انت، والله بحبك انت، والحب كله انت، وانت الناس كلها حافظينها اكتر من. ايوه طبعا.